بعد فترة علاجية في مستشفى مايو كلينيك في روشستر أمريكا من أفضل مستشفيات العالم، الحمد لله رجعنا بخير وسلامة، وإن شاء الله بإذن الله يا رب يا كريم إن شاء الله إن صحته إن شاء الله في تحسن، الحمد لله يا رب على كل حال. حقيقة للأمانة يوم بلغونا وبلغنا من قبل إدارة الهلال أمس اللي هو راح يكون له تكريم وزي كذا، وبالعكس حقيقة الموضوع هذا أبسطه كثير وفرح كثير وأفرحنا وأفرح عائلته وأفرح عياله، والحمد لله وأنا بنفسي أتشكر شكر كثير للإدارة الهلالية وأتشكر الجميع من قام على اللي هو العمل هذا الناجح، الحمد لله يا رب على كل حال. والله حقيقة إحنا ودنا داخلين الآن شفنا اللي هو كيف الجماهير من يوم عرفوا أن الكابتن خميس العويران جاي، حقيقة كلنا يتزاحمون على التصوير معه، والله يعطيهم العافية، وشيء أكيد يكندون في قلوبهم الشيء الكبير الكابتن خميس قدم شيء كبير للكرة السعودية وقدم لنادي الهلال الشيء الكثير، ونادي الهلال كمان برضو اللي هو قدم له والمنتخب السعودي قدم له، فهو الحمد لله يا رب على كل حال. وهو سعيد طبعا كثير يوم عرف أنه بيحضر الملعب واسترد بعض الذكريات الحلوة، والأمانة أول ما دخلنا من شوي يبكي ودمعت عينه اتذكر حاجات قديمة، وأشكر أشكر أشكر جميع من قام على الموضوع هذا.